أي زيارة الإمام الحسين عليه السلام هي حج وهي عمرة. قال: هل زرت الحسين بن علي عليهما السلام؟ قال: لا. قال: فزيارته لخير من 20 حج. ويضعف، يعني يضاعف، حتى بلغ 90 حجة من حجج رسول الله بأعماره. من زار قبر الحسين عارفا بحقه كان كمن حج 100 حجة مع الحبيب المصطفى محمدا. ما لمن أتى الحسين بن علي عليهما السلام زائرا عارفا بحقه غير مستنكف ولا مستكبر؟ قال: يكتب له 1000 حجة مقبولة. هذه الروايات التي تقارن بين الحج وبين زيارة الإمام الحسين عليه السلام متواترة تواترا إجماليا قطعيا. يقول: من زار الحسين بن علي يوم عرفة كتب الله له كم حجة؟ حجة واحدة، أي أجر حجة، حجتين، 100 حجة، 1000 حجة؟ لا، 1,000,000 حجة. زيارة الحسين في يوم عاشوراء والمكوث عنده بحزن وبكاء يعدل ذلك ماذا؟ 2,000,000، يعني 2,000,000.